غير الهدف الثاني أن أذكر الأسباب التي دفعت فرنسا لاحتلال الجزائر. ما هي الأسباب؟ ثانيا، فرنسا تحل مشكلاتها باحتلال الجزائر. إذا بنلاحظ طلابي، نحسن نقول أنه من أسباب احتلال فرنسا للجزائر هي رغبة فرنسا بحل مشكلاتها الداخلية. طبعا ممثلة بالمشكلات الداخلية هي مشكلة طبعا الملك، عرش الملك طبعا كان عرشه مضطرب، فأراد توجيه أنظار الفرنسيين نحو الجزائر. تمام طلابي؟ ما هي الأسباب؟ في عندي أسباب بعيدة وفي عندي أسباب قريبة، أو منقول أسباب غير مباشرة وأسباب مباشرة. الأسباب البعيدة التي دفعت فرنسا لاحتلال الجزائر، طلابي هامة جدا جدا، علل احتلال فرنسا للجزائر. إذا في عندي سببان. السبب الأول هو الأسباب البعيدة، ماذا تتضمن؟ أولا مثل ما قالت آلاء، إقامة قاعدة بحرية على ساحل الجزائر، وبالتالي تنافس بريطانيا المتفوقة بحريا في البحر المتوسط. إذا هذا أول سبب. السبب الثاني وهو إعادة بناء إمبراطوريتها التي اهتزت بعد فقدانها للعديد من المستعمرات والمناطق التي خسرتها بعد حروبها مع بريطانيا، فأرادت تعويض هذه المناطق التي خسرتها باحتلالها للجزائر. ثالثا، فتح خط تجاري ما بين إفريقيا وأوروبا، هذا الخط يمتد إلى وسط إفريقيا. الثالث وهو رغبة ملك فرنسا بتوطيد عرشه والتهرب من دفع دين للجزائر. لاحظ طلابي أنه كانت الجزائر هي من تدين، إذا كانت أمورها الاقتصادية ممتازة، فأرادت فرنسا التخلص من الديون التي عليها للجزائر، طبعا خاصة دين القمح الذي اشترته فرنسا من الجزائر ولكن دون أن تدفع ثمنه. طبعا هذا سبب آخر. إذن هذه هي الأسباب التي دفعت فرنسا لاحتلال الجزائر. نعم يا فاطمة. فرنسا تحل مشكلاتها باحتلال الجزائر. الأسباب البعيدة: واحد، إقامة قاعدة بحرية على ساحل الجزائر تضرب من خلالها التفوق لبريطانيا في البحر المتوسط. اثنين، إعادة بناء الإمبراطورية التي فقدت أجزائها من خلال حروبها مع بريطانيا. اثنين، فتح خط تجاري إلى وسط أوروبا. ثلاثة. أربعة، هدف ملك فرنسا توطيد عرشه المزعزع. خمسة، التهرب من دفع الدين للجزائر منحته لفرنسا على شكل قروض. أحسنت. إذن هذه هي الأسباب. طبعا هذه أسباب بعيدة. في عندي السبب المباشر أو الأسباب القريبة. طبعا السبب المباشر هو طبعا دعت فرنسا أن الداعي حسين قام بضرب أو لطم القنصل الفرنسي في الجزائر بمروحة وجه. طبعا فعدت هذا الأمر إهانة للشرف الفرنسي. إذن هذا هو السبب. لاحظوا على الحجة التي وضعتها فرنسا لاحتلال الجزائر، ما هي الحجة؟ لطم بمروحة للإنجليزي للفرنسي. الفرنسي هاي الوجه المروحة بمشان شو بيقوم بيستخدمه ولا بعرف شو. المهم هذه المروحة استاذ فينا نقول يعني بسبب يعني حادثة المروحة السبب الرئيسي لها، ودار ما يعني نفصل. هذا سبب مباشر انه اعتبرته فرنسا هذا السبب إهانة هذا الامر الذي قام به الداعي حسين، وهو ضرب القنصل الفرنسي طبعا دوفال، ضربوه انه دعت ضربوا بمروحة اثناء مطالبة الداعي حسين له بثمن القمح التي اشترته فرنسا من الجزائر. طبعا هذا القنصل طبعا راوغ، ومما دفع بالداعي حسين الى اصابته على وجهه. فاعتبرت فرنسا هذا الامر إهانة عظمى لدولة فرنسا العظمى، فقامت بتحريك سفنها الفرنسية وحاصرت مدينة الجزائر عام 1827. طبعا لكن انسحبت من هذا الحصار بسبب مشاركة فرنسا في حرب
اليونان حيث قامت معركة نافارين بين الأسطول العثماني وأسطول محمد علي من جهة والأسطول الفرنسي والإنجليزي من جهة أخرى، ونتج عن هذه المعركة معركة نافارين تحطيم الأسطولين المصري والجزائري، ثم عادت من جديد لمحاصرة الجزائر عام 1828 يعني بعد سنة، لكن عادت وانسحبت مرة أخرى. سبب هو خوفها من قيام حرب بينها وبين بريطانيا، فطلبت من محمد علي، لاحظوا على السياسة الفرنسية، فطلبت من محمد علي باحتلال الجزائر. طبعا محمد علي رفض هذا الأمر، تعليل هام جدا. ما سبب رفض محمد علي طلب فرنسا باحتلال الجزائر عام 1829؟ السبب هو كان يفكر محمد علي بالتوسع في منطقة أخرى هي منطقة بلاد الشام القريبة من مصر، هذا هو السبب. ثاني سبب هو إعادة بناء أسطوله التي خسره في معركة نافارين في اليونان. السبب الثالث هو خوفه من إغضاب العرب والمسلمين، فرفض محمد علي احتلال الجزائر من قبل فرنسا. تعال يا محمد. الأسباب المباشرة لاحتلال فرنسا الجزائر. السبب المباشر الأول هو رطم الداعي حسين القنصل الفرنسي دوفال بمروحة ذريعة الاحتلال الجزائر عام 1830 ميلادي، أعدتها إهانة للشرف الفرنسي. فحاصرت فرنسا السفن الفرنسية عام 1827 ميلادي مدينة الجزائر، إلا أنها انسحبت للمشاركة في حرب اليونان في معركة نافرين. وبعد المعركة استغلت فرنسا تحطيم الأسطول الجزائري لتحاصر الجزائر من جديد، لكن تكاليف الحصار وخوف فرنسا من الحرب مع بريطانيا وإسبانيا دفعتها إلى محاولة إقناع محمد علي باحتلال الجزائر بدعم منها عام 1829 ميلادي. فرفض محمد علي ذلك لأنه كان يعمل على بناء أسطوله الجديد إضافة إلى تخطيطه في التوسع في بلاد الشام وخشيته من إغضاب العرب والمسلمين. شكرا جزيلا طلابي، عندي هون تعليل هام جدا. علي رفض محمد علي طلب فرنسا باحتلال الجزائر بدعم منها عام 1829، لأنه واحد يعمل يعني لأنه كان يعمل على بناء أسطوله الجديد الذي خسره في معركة نافارين. ثانيا تخطيطه التوسع في بلاد الشام. ثالثا خشيته من إغضاب العرب والمسلمين. إذن هذا هو الأسباب المباشرة طبعا والأسباب الغير مباشرة لاحتلال فرنسا للجزائر. واضح طلابي؟ طبعا ما هو مواقف الدول من احتلال فرنسا للجزائر؟ طبعا بعض الدول أيدتها، بعض الدول رفضتها. فإذا تباينت مواقف الدول الاستعمارية من احتلال فرنسا للجزائر، فمثلا فرنسا طبعا طلابي هون تعليل هامي لماذا أو علي تأييد روسيا لفرنسا في احتلالها للجزائر. أولا رغبة روسيا بإضعاف الدولة العثمانية. ثانيا هو زج فرنسا وإدخال فرنسا في صراعات ومنافسات استعمارية مع بريطانيا. فلهذين السببين أيدت روسيا فرنسا في احتلال الجزائر. بريطانيا عارضت. تمام؟ إذا عارضت فرنسا احتلال الجزائر. لماذا؟ لأنها رأت أو شافت أن احتلال فرنسا للجزائر طبعا هذا الأمر يخل بالتوازن الدولي، كذلك يهدد يعني؟ نعم أنه الآن بدأت تغلبها بيصير عندها نفوذ أكبر منها. نعم هذا يعني كان في حالة سباق وتنافس دائما بين فرنسا والجزائر في احتلال أراضي جديدة. نعم يرغب في احتلال مناطق واستعمارات. فالجزائر فبريطانيا اعتبرت ان احتلال فرنسا الجزائر ضربة لها موجعة، وخاصة ان الجزائر تقع على البحر المتوسط وبريطانيا كانت سيدة البحر المتوسط، فاحتلال فرنسا الجزائر يهدد هذا الامر، يهددها في البحر المتوسط. فلاحظ على سياسة بريطانيا الماكرة، ضغطت على الدولة العثمانية، قالت لها أنه الجزائر هي ولاية عثمانية. صحيح أنه الإدارة غير مباشرة، ولكن طبعا باسم السلطان العثماني،
فحاولت هنا الدولة العثمانية إرسال طاهر باشا مكان الداي حسين، لكن هنا تدخلت فرنسا بقوة وطلبت من الدولة العثمانية عدم التدخل نهائيا إلا وستكون العواقب وخيمة. إذن هذه هي مواقف الدول الاستعمارية. واضحة طلابي؟ نعم نعم أستاذ. إيمان؟ إيمان تقرأين إيمان؟ مواقف الدول من احتلال فرنسا الجزائر. روسيا أيدتها لتزيد من ضعف الدولة العثمانية ولزج فرنسا في منافسات استعمارية مع بريطانيا. بريطانيا عارضتها لأنها رأت في احتلالها للجزائر يخل بالتوازن الدولي ويهددها ويهدد تفوقها في البحر المتوسط. ضغطت بريطانيا على الدولة العثمانية التي حاولت إرسال طاهر باشا ليحل محل الداي ويبحث عن حل ودي للمشكلة مع فرنسا، إلا أن فرنسا رفضت أي تدخل من الدولة العثمانية. شكرا جزيلا إيمان. إذن طلابي هون عندي تعليلين هامين جدا، ماشي؟ رابعا احتلال فرنسا الجزائر عام 1830، وهذا التاريخ بدي احفظه بصم. إذن هام جدا، متى احتلت فرنسا الجزائر عام 1830؟ طبعا كم عاما دام الاحتلال الفرنسي للجزائر؟ حد يعرف طلابي؟ طلابي لاحظوا، استمر الاحتلال الفرنسي منذ عام 1830 حتى عام 1962، يعني كم سنة؟ 132 سنة. طبعا يمكن الجزائر هي أكثر بلد عربي تعرض، أطول فترة حكم استعماري لبلد عربي كانت الجزائر. لذلك بنلاحظ على طلابي اللكني، أغلبها اللكني الفرنسية، يعني اللغة الفرنسية، تمام؟ بسبب طول فترة الاستعمار. يعني فرنسا احتلت سوريا 26 سنة، منذ عام 1920 لل 1946 عيد الجلاء، 26 سنة، يعني ربع قرن. أما الجزائر فكانت محتلة 132 سنة. طبعا بعد قيام ثورة مشهورة هي ثورة المليون شهيد، صحيح؟ سمعني فيها؟ نعم أستاذ. نعم، إن شاء الله سوف نأخذ هذه الأحداث في دروس قادمة. طبعاً احتلت فرنسا الجزائر وقامت بإنزال قواتها في منطقة قريبة من مدينة الجزائر، هي منطقة أو ضاحية سيدي فريج أو سيدي فرج. طبعاً أعلنت أنه سبب قدومها لي الجزائر هو تأديب العثمانيين وتحرير الجزائريين منهم. طبعا تمكن الفرنسيون من دخول الجزائر، ولكن بعد مقاومة شديدة، وأرغم الداي حسين على توقيع معاهدة. ماذا نصت هذه المعاهدة التي وقعها الداي حسين مع فرنسا إثر احتلالها؟ أولا تسليم مدينة الجزائر، إذن سيسلم الداي حسين مدينة الجزائر. ثانيا تلتزم فرنسا باحترام الدين الإسلامي، بحرية العمل بالدين الإسلامي. ثالثا ضمان حرية الأديان والطبقات الاجتماعية والممتلكات. رابعا احترام التقاليد الجزائرية. إذن هذه هي المعاهدة التي وقعها الداي حسين وفرنسا. بعد توقيع الداي حسين هذه المعاهدة غادر إلى مصر، وقامت فرنسا فيما بعد باحتلال بقية المناطق الجزائرية. نعم يا ندى. نعم، احتلال فرنسا الجزائر عام 1830، أنزلت فرنسا قواتها في ضاحية سيدي فرج، وأعلنت أن حملتها تستهدف تأديب العثمانيين وتحرير الجزائريين منهم. وتمكن الفرنسيون من دخول الجزائر بعد مقاومة شديدة، وأرغموا الداي حسين على توقيع معاهدة نصت على ما يلي: تسليم مدينة الجزائر، تلتزم فرنسا تجاه الشعب الجزائري بحرية العمل بالدين الإسلامي، ضمان حرية جميع الطبقات والأديان والممتلكات، احترام كامل للتقاليد الجزائرية، ثم غادر الداي إلى مصر. شكرا جزيلا. إذن هذه هي بنود، بنلاحظ أنه ما شاء الله مطالب رناني فرنسا أول ما جاءت للجزائر، ولكن حقيقة أذاقت الشعب الجزائري ويلات الاستعمار.
بقسوة شديدة. فكانت فرنسا متمسكة جدا بالجزائر وعدم التخلي عنها.